ويا هلا فيكم بقناة ديليشس فود. جيناكم اليوم بوصفة بمكونات بسيطة موجودة بكل بيت. راح أكتب المقادير تحت بالوصف تحت الفيديو. خلينا نبلش. أول شي راح أبلش أحط البيضة، أحط فوقها السكر والفانيلا والزيت. راح أحركهم مليح بسباتولا لحد ما تختلط كل المكونات مع بعض. زي ما شايفين اختلطت الخليط كله كامل مع بعض. هلأ بحط كامل مقدار الطحين والبيكنج باودر وبخلطهم بسباتولا. هون بإمكانكم تخلطوها بإيدكم أو تعجنوها بإيدكم، بس أنا بحاول الفترة الحالية أخفف من استعمال الكفوف. هلأ بس صارت عندي عجينة، بقسمها لنصين. نص أنا حبيته أحط عليه كاكاو والنص راح أخليه سادة، وإلكم حرية الخيار. راح أحط عليه ملعقة صغيرة كاكاو وملعقة صغيرة حليب. الحليب أنا حطيته سائل، ممكن تعملوه بالبودرة وتاخذوا منه ملعقة واحدة بس. هون نرجع نخلطهم مع بعض أو نعجنهم مع بعض. على صينية الفرن راح أكورهم بمقاسات تقريبا نفس المقاس حيكونوا، وراح أصفهم فوق ورق زبدة وراح أزينهم. لكم حرية الاختيار كيف تزينوهم، أنا استعملت النصفاية عشان يكونوا تقريبا نفس الشكل. هون بس خلصنا، بدخلهم على حرارة 180 درجة ل 12-15 دقيقة لحد ما ياخذوا اللون الذهبي من تحت. وهيك بنكون خلصنا، وألف صحة وعافية عليكم. ما تنسوا تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. يعطيكم العافية.